اليوم عندنا واحد الورش بيئي غادي يمتد تقريبا واحد 5 أيام. كاين عندنا اليوم هاد القنطرة والجوار ديالها كذلك واحد اللوحة اللي كتعبر على الانتصارات السياسية الأخيرة في قضية وحدتنا الترابية. وكذلك هاد الورش هنايا عندنا فيه واحد جداريات عبارة عن تجسيد للعمل الجبار اللي كتقوم به السلطات المحلية من أجل توفير اللقاح وتوفير الأجواء. اللي كنشكرهم على هذا المجهود وكنشكروا جلالة الملك على هذه المجهودات الكبيرة اللي قام بها مقارنة مع دول كثيرة في العالم. بالنسبة لهذا الورش هذا عندنا اليوم عبارة عن حملة توعوية صحية بيئية بشراكة مع شركة ريضال وإشراف تام ديال السلطات المحلية، وشكرا جزيلا. هذا النشاط البيئي والتوعوي الهدف ديالو الأساسي هو تحسيس ديال الساكنة بأهمية البيئة في حياتنا ديال كل نهار، والتجليات ديالو هي في تزيين الفضاء العام، حيت حنا هاد الباساج هذا كان كما كتشوفوا هكا بهذه الطريقة هذه الفنانة كيزينو كيولي عنده واحد الجمالية. والموضوعات اللي مرسومة هي موضوعات بيئية وموضوعات اللي عندها علاقة بكوفيد باش نحسوا الناس بأهمية الوباء والوقاية منه، وكذلك بأهمية البيئة باش نحافظوا عليها ونستمر نحافظوا عليها إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، كما يمكنك متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.